السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ معكم شركي او شركك. طبعا يا شباب، اليوم كنت داخل مودرن وورفير 2، واول ما دخلت لقيت انه في تحديث صغير، يعني استغربت شو يعني هالتحديث عشان اشوف. فتذكرت سالفه ان شالوا ماب في فيلا والاساءه للاسلام، فيعني قلت لحالي انه يمكن شالوا البرواز اللي اللوح المكتوب عليها ان الله جميل يحب الجمال. فاول ما دخلت وشفت الحمد لله يا شباب فعلا شالوها، يعني الحمد لله. يعني احب اشكر في الفيديو اخوي عبد الرحمن وخالد كويت، لان وكمان اخوي علاء من قناة دبل ستيشن، لان صراحة بدونهم ما كان صار شيء. فالحمد لله مثل ما شايفين ان البرواز انشال، هاي اللوحة السوداء ما في عليها شيء. فيعني احب اشكر هالثلاثة اللي يعني ساعدوا في انه يشيل هالشيء اللي يصير الاسلام في اللعبة، واحب اشكر كل الناس اللي كمان ساهموا، يعني انه اعطوا المقطع خالد كويت لايك، وانا كمان حملت مقطع واللي اعطوني عليه لايك. يعني فمثل ما شايفين كمان هون قدامكم يعني كل اللوحات شالوها، مو بس هذيك اللوحة، كلها. فبس الحمد لله انهم شالوا كل اللوحات وبس. اتمنى لايك وسبسكرايب، مع السلامة. It's a draw. Stand down.